عيش صباحك مع مروان أدري وزهرة رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. احنا قلنا نغيظ زهرة ونلبس انا وسارة نظارات. ايوه شايفانا؟ اه شايفيكوا شايفيكوا كويس. طيب منورانا ومشرفانا سارة عبد الرحمن النجمة اللامعة والمنطلقة في عالم الجيران. السعادة بسرعة الصاروخ كما يقولون. اينعت. ايوه. ممكن نخلص الانترفيو على كده. تمام انا تمام. ازيك يا سارة؟ الحمد لله كويس. صباح الفل. صباح الفل. انت مطبقه صح؟ اه انا مستمره من امبارح. بس عاده انت بتصحي متاخر؟ يعني حسب الظروف وحسب الشغل وكده. بس حسب المتاخر بتاعك ده اللي هو ايه؟ كل واحد ومتاخر. طب انت بتصحي امتى؟ خلينا نسال السؤال بالشكل ده. يعني العادي بقى اللي هو مستريح بتاعي 11. 11 اه ده ايه متاخر بقى ولا لا؟ ده كويس. معقول معقول. اه يعني ده لما لا يعني لما توصلي بقى للمراحل الاعلى في النجوميه هتبقي تصحي الساعه 7 بالليل. ايوه الفنانين بيعملوا كده فعلا. الفنانين صحيح ما بينزلوش غير بالليل ولازم تبقى الدنيا لا بيروحوا مثلا الساعه 9 الصبح 10 الصبح ويناموا ويصحوا الساعه 7 8 بالليل. طب عايزين. فانا دايما استغرب يعني طب الفنان اللي مثلا بطاقته ضاعت بيجددها امتى؟ عنده تجديد رخصه لا بيبقى عنده ناس بيبقى عنده ناس بقى. بس في مرحله لازم تصوري. يعني ايوه يعني نواجه اشاعات يا جماعه. والله كل الفنانين اللي جولنا في عيش صباحك فنانين زي الفل وقالوا ان هم بيصحوا بدري واحنا بنواجه اشاعات على الفنانين ودي مش حقيقه. قولي يا ساره دي مش حقيقه عشان بلاش اول تصريح ليك يبقى كده. اول تصريح. طيب انا اول تصريح بحب جمهوري قوي. لا هو ان انا مطبقه وعندي كده اللي هو وجعانه. طبعا ده طول الوقت موضوع الجوع ده. انت كلت كتير في المسلسل صح؟ قوي. انا لوحدي يعني كان في بند انتاج لوحده اكل ساره يعني صح؟ انا باكل كتير بحب الاكل. وبعدين لما بيكون في مشهد فيه اكل بقى تقول كده بخش بقى اللي هو الله يعني بتتبسطي. طب ساره في مشاكل جدل كده اليومين دول حاصل بقاله كام يوم كده. طبعا هنتكلم فيه هنتكلم فيه باستفاضه. انت عامله قلق يعني. بس خلينا نبتدي معاكي من الاول كده. ايه عشان بما انك يعني اول مره تشرفينا في عيش صباحك ودي يعني ده شرف لينا الحقيقه. انت شكلك صغير. مش هسالك على سنك بس انت خريجه الجامعه الامريكيه قسم مسرح واعلام صح كده؟ ايه ده ايه ده انتوا لا عيب عليك احنا بنذاكر هنا امال ايه ده ايه ده ايه ده ربنا يستر معانا لسه بعيد تحسين صح كده؟ ده صح. شفناكي اول مره من خلال الف مبروك. ده حقيقي. كنت بقى اتخرجتي ولا لسه؟ لا كنت لسه في الجامعه. اوكي. ايه الفرصه جات لك ازاي؟ احمد حلمي ولا المخرج؟ لا يعني هو انا روحت اوديشن لان احنا لا اوكي احنا كان في الجامعه يعني في المسرح كان اما بيكون في اي كاستنج او اوديشن بيقولوا لكم بيهتموا بيكم. هو كان احمد حلمي استاذ احمد حلمي طبعا ما احفظ الالقاب الفنانين برضو بيقولوا الجمله دي. مش عايز انسى حد بس بجد كله قريبين من قلبي قوي. لا بس يعني استاذ حلمي طبعا هو كان اعتقد يعني مختار ان فيلم الف مبروك يبقى كله نجوم جديده. فهم كانوا عاملين اوديشنز يعني وكاستنج دايركتور يعني كان في مراحل وحاجات بقى وتوتر وبموت وحاجات كده. وكان في موضوع كان في دماغك قوي كان نفسك تعملي الدور قوي هو اصلا ولا انت كنت رايحه مع واحده صاحبتك هي ما تاخدتش وانت اتاخدتي والحاجات دي؟ في حاجه اقول لك بقى بس دي بقى حاجات انا مش عارفه والله انتوا بتصدقوا في الحاجات دي بس انا بصدق فيها بصراحه. اوكي. وهي ان انا يعني كنت بحب احمد حلمي جدا وكان دايما اما كنت انا واصحابي بنتكلم هم بقى طبعا يعني بيحبوا بقى السينما المستقله اللي هي طبعا بحبها وكل حاجه بس انا كنت اللي هو لا احمد حلمي ودخلت كده رضا 5 مرات او انت قالشه وكوميرشال وروحي بعيد لعبي بعيد وكده بسبب احمد حلمي اصلا. يعني يشاء القدر وان انا اروح اوديشن وان انا اعدي كل المراحل كان في كذا مرحله واوديشن اولاني وتاني وتالت وبس وبعدين بقى خلاص بقى يعني هي اصلا انا يعني بعد ما خلاص قالوا لي انت معانا سلامتك والله يعني حل من بعض حل من بعض والله سن 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 هي قلة النوم مثلا فبس فانا ساعتها يعني اول ما عرفت ان انا طب يا جماعه احنا ممكن نطلع بره الاستوديو نقعد في اي حته نفطر جامده جدا ونشرب شويه حاجات كده ونقعد ايوه انتوا وعدتني سندوتشات انا عايز اسال مين اللي وعدني مين اللي عمي وعدك اطلع اقعدي معاه بره عشان هو ما بيوعدناش وما بيعملش حاجه ثانيه. لا بس انا اكلك يا سلام ماشي عنينا تفطري
طيب ماشي بجد والله انا جاي اكل عنينا والله كمل بس ف يا ماما بصص لي وبيعمل لي كده. هو الناس اللي بتسمع الراديو مش واخده بالها, بس هو الشخص اللي وعدني بالسندوتشات عوني المعد. ايوه هو الناس عارفه عوني. عوني مشهور قوي هنا. ايه ده يا اوكي طيب عوني قال لي ان هو هيجيب لي سندوتشات فانا قلت له ماشي انا هاجي, بس اهم حاجه سندوتشات. هو دلوقتي بقى بعد ما انا جبت الموضوع, ما هو جه دلوقتي وعمل لي هي اسمها ايه الحركه دي, بيتوعد لي اللي هو بايديه على ودقنه. والله احنا صدقيني سيبك الانترفيو ولا بتاع, احنا نختم الحلقه ونطلع نقعد في حته نفطر. طب يعني كملي القصه دي ونطلع اللينك, يعني نطلع اللينك على غير. ايوه طيب. فقصه هي قصه خلصت بتاعت احمد حلمي. خلاص. لا ان هو انا اول ما يعني انا بالنسبه لي كانت القصه هي الفرصه ان هي تيجي, لان انا فعلا كنت بحبه جدا. طب لما الفيلم اتعرض بقى وكده اصحابك بقى قعدوا يقولوا لك ايه, تصيدتي بقى, حسيتي ان انت بقى خلاص بقيتي حته ثانيه وكده نجمه والحاجات دي؟ قبل كده هو التجربه طبعا نفسها كانت مهمه جدا, يعني هي دي اللي شقلبت لي حياتي. يعني انا شفت بقى اللوكيشن وحاجه كانت كبيره كده ورهيبه, وان انا يعني اقف قدام استاذ احمد حلمي فعلا كانت تجربه حلوه جدا. اوكي. في خضه اولانيه يعني طبعًا. اول مشهد انا مش فاكره اصلا, يعني عارفه اللي هو اما تكون حاجه كبيره قوي حاصله في حياتك فانت مش فاكر. انا والله العظيم بقعد احاول افتكر دلوقتي مش فاكره خالص, مش فاكره. يعني انا كنت يمكن في اللحظه كده فيها الهيبه بتاعتها, الرعب طبعا والهيبه توتر. فهو اصلا الموضوع على موضوع بقى اصحابي, ارد على سؤالك, هو سؤالي انا عامه. طب بص يا جماعه, التطبيق هو اللي بيعمل كده. تمام كلام بدل كلام. كملي كملي. تمام. هو انا اصلا في الجامعه كنت دايما باخد ادوار صامته. يعني هم حتى مثلا لو في مسرحيه ما فيهاش دور, يعني مثلا المسرحيه كلها ابطال انسمبل كده, ما فيش دور واحد صغير يحط دور صامت ويدوه. مش عايزين نسمع صوتك خالص. يا ماما. يا عيني. بجد والله بروح. لا الشخص اللي بيبقى معادي مثلا, اللي هم الكومبارس اللي مثلا بيبقى معادي في الحاره او بيعدي الشارع. لا او مع طفله وماشي اكتر. على فكره انا كنت بقعد لمده شهرين كل يوم اروح بروفا 5 ساعات, وبكون مثلا على المسرح بس ساكته. بس ده برضو علمني ان انا محتاجه يبقى في كاركتر وحركات بقى بالجسم وحاجات كده, عشان ما انا لازم اعمل اي حاجه. هتلعب لهم حواجبك. فدي كانت طبعا يعني جالهم صدمه, لان هم كانوا هم بقى اصحابي والجامعه وكده, عشان قالوا لي النجمه بقى اللي مع احمد حلمي. هم مش فاهمين. اول مره يسمعوا صوتي تقريبا. بس هي فكره بقى النجمه وكده ما كنتش يعني, هو كنت بحس بيها مثلا لما بروح السينما او بنزل الشارع شويه, وبعد كده انا يعني ما يعني اختفيت او ابتعدت عن المجال. لحد ما تجي لي ورق حلو. لا ابتعدتي فعلا بمزاجك يعني, ولا قلتي هتخلصي امتحاناتك يعني ومذاكرتك وجامعتك وكده, ولا انت ابتعدتي عشان ما كانش لسه اتقدم لك حاجات ساعتها؟ لا هو مزيج بين حاجتين, بين ان انا المزيج. اول حاجه هي ان انا ساعتها كنت صغيره يعني, او ما كنتش عارفه اخد قرارات بالشكل اللي ممكن اكون عارفه بيه دلوقتي, وهي كانت رحله كده. فانا ما كنتش يعني, كان عندي تخبط كده في اللي هو طب هو انا عايزه اعمل كده ولا لا. طب وكان بيجي لي حاجات مثلا لازم اسيب الدراسه مثلا لمده ترم بحاله, فانا كان بالنسبه لي ده لا, ولازم اخلص تعليمي بقى, وافتكرت نفسي في كده يعني. وبعدين انا يعني ساعتها فعلا كنت يوم بحس ان هو ده اللي انا عايز اعمله, ويوم لا, ويمكن هي دي يعني السيميلاريتي. كنتيش لسه واخده قرار عايز تعملي ايه يعني بشكل او ما كنتش آخر. متمسكه بالتمثيل لهذه الدرجه زي ما انا متمسكه بيه دلوقتي يعني. او لو هو الواحد برضو بياخد وقت على بال ما يعرف هو خلاص هو رسي انا دلوقتي, هو ده اللي انا عايز اعمله, هو ده اللي وده اللي انت عايز تعمليه فعلا دلوقتي. وفي حاجات كتيره يعني, بس حاليا يعني او احنا كمان مش عايزينك تعملي كده دلوقتي. طيب 1006 رقم الاس ام اس الفيسبوك فان بيج بتاعتنا نجومه في ام 100.6, تخشوا تلاقوا بقى الصور كمان شويه اكيد هتلاقوها على البيج, واسئلتكم كلها لساره على 1006 نرجع نسالها لها. هنطلع نسمع من ماهر ونرجع تاني. عيش صباحك مع مروان ادري وزهره رامي على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. جات لك مسجز لذيذه جدا يا ساره,
جدا يعني. في حاجه اسالها تاني يا جماعه هي هتبوظ الحلقه لوحدها. بحبك يا ست ساره. صباح الفل ده زياد المصري. في صباح الخير سماح انور الصغيره. دي مسج كوميديه جدا بجد. انا بحب سماح انور جدا. حد بيشبهك بيها. امل كمال بتقولك انا وجوزي بنموت فيكي بجد وبنشوف المسلسل عشانك. احنا بالمناسبه بره مصر انت بقيتي انترناشونال خلاص. بليز قول للاستاذه دلال اننا بنموت فيها هي كمان. انتوا كابل جامد جدا في المسلسل ده. لا انا استاذه دلال يعني هي كانت معانا في الشغل اللي انا كنت فيه مطبقه عشانه. أوكي. فهي ممكن تكون دلوقتي نايمه بس انا بوجه لها رساله ان انا اتعلمت منها كتير قوي. هي مدرسه طبعا وجميله جدا. لا 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 كل يوم. طب سارة انتوا عاملين قلبان مش واخده بالك؟ مش واخده بالي عشان احنا لسه بنصور. وبعدين في الاول كان كل اللي بيقول لي حلو قوي كان اللي هو الناس اللي انا اعرفها اصحابك. فطبيعي اللي هو شافوني على التلفزيون اه سارة على التلفزيون فاكيد هيبعتوا لي. بس في يومين كده خدناهم اجازه خدت بالي شويه يعني ابتديت اخد بالي شويه. خدتي بالك بقى من الرد الفعل السلبي ولا الايجابي؟ لا اللي هو يعني اللي انا بقابله كده في الشارع لا بيبقى ايجابي وبيفرحني جدا وشباب زي الورد والله بييجوا يسلموا عليا وانا ببقى يعني مش مصدقه نفسي. اوكي. السلبي انا اصل ما يعني بالنسبه لي السلبي برضو ما انا ممكن اتعلم منه فبحبه برضو. يعني انت بتقري الكومنتس اللي حاصله على الفيسبوك والهجوم اللي حاصل دلوقتي على يعني المسلسل مش عليكي طبعا. المسلسل بشكل عام مش عليكي طبعا. لا مش عليا. لا لا مش عليكي. لا حقيقي بصراحه الكومنتس ما بتجيش عليكي خالص يعني. يمكن انا تابعت شويه الكومنتس اللي بتيجي على سابع جار. في ناس شايفه بتشيد بالعمل وانه عمل مختلف وظاهره يجب ان نتوقف عنها ونرفع القبعه لوجود عناصر كتير جدا غير معروفه وغير مشهوره وكاتبين المسلسل بشكل مختلف ولطيف جدا وسلس والناس عارفه تتفاعل معاه. والهجوم بتاع الاخلاق والمشاكل والقيم الاخلاقيه المندثره في المسلسل وان انتوا بتروجوا للفساد والفسق والحاجات. ايه رد فعلك بتضحكي على ايه ساره والنبي كام جد بجد كام جد انت ايه رد فعلك تجاه ردود يعني الناس والله في الواقع يعني انا اعتقد ان الدراما عامه لازم تقدم نماذج سلبيه وايجابيه والجمهور من حقه ان هو يتفاعل مع اي حاجه بيشوفها لان هي حاجه كده في المجال العام. فلا يعني الناس حرين طبعا ان هم حاسين كده. بس هو ساعات بيبقى لو الناس شايفه ان هو في نماذج السلبيه دي ممكن تفسد الاخلاق. لا هو في ساعات كتير النماذج السلبيه دي بتخلي الواحد يتعلم اصلا وان هو ما يعملش بقى كده. يعني انا فاكره مثلا مش بقارن خالص بس انا فاكره ان وانا يعني مش فاكر كان عندي كام سنه يعني 13 14 سنه شفت كان في فيلم قصير لا فيلم تلفزيوني كان فيه منى زكي كان اسمه جواز على ورق التليفون. ده كان مرعب. كان مرعب. سهره تلفزيون سبعيه. يعني ايه سبعيه؟ يعني سبع حلقات بس. هو ما كانش فيلم. ايه ده مش سهره؟ مش فاكره. هي مش سهره اصلا. سبعيه بس اقصد يعني ان ده كان مثلا نموذج يعني منى زكي وكده وشفناها وكان نموذج سلبي. بس يعني انا نفسي فاكره ان انا اتعلمت منه جواز العرفي وكده. بالظبط. فجواز العرفي طب ما هو ممكن كان حد يقول لا انتوا كده بتعلموا البنات ان هم يتجوزوا عرفي. انا عن نفسي انا خفت من الجواز العرفي وما عملتوش الحمد لله لغايه دلوقتي يعني الحمد لله. يعني النماذج السلبيه دي ممكن برضو تعلمنا وانه والجمهور في الاخر يعني ده من حقه يعني. وبالعكس يعني ان هو عرض لشريحه مجتمعيه. يعني الناس اللي بتهاجم حاجه هو عرض لشريحه مجتمعيه. في المجتمع في بنت صغيره بتشرب سجاير وفي بنت كبيره بتشرب سجاير وفي البنت متدينه متزمتة شويه وفي البنت الماتيوره وفي يعني في كل. فهو اي عمل فني سواء فيلم او دراما طبيعي زي اللي انت بتقوليه هو لازم بيعرض كل الشرايح يعني. ومفيد برضو حاسه انه ان احنا نشوف حاجه زي كده ونتكلم فيها بصوت عالي. شخصيه يعني. الاخت الكبيره الاخت الوسطانيه الغلسه هي مكتوبه كده ولا انت يعني طلعتيها من نفسك يعني اصل هي غلسه ومش غلسه وطيبه ومش طيبه يعني هي كل حاجه في بعض. لا هي بصراحة ده كان كله شغل يعني المؤلفة هبة يسري. والحقيقة انه
المخرجات يعني احنا اشتغلنا مع بعض، انا بالذات اشتغلت معاهم قعدنا كتير جدا يعني نظبط الشخصيه، لان كان سهل جدا فعلا ان الشخصيه دي تطلع غلسه والناس تكرهها. وبعدين برضو سهل جدا ان الناس تقول ايه ده، طب هي ليه في ناس كتيره بتحبها وبتعجب بيها. فكان لازم يبقى في بالانس كده معين، فده احنا اشتغلنا ويعني تعبنا فيه جدا. فهو كان يعني مجهود مشترك ما بيني وما بين المخرجات والمؤلفه طبعا، اللي هو لا يعني انا مش برتجل اي حاجه. ناس كتيره بتقول لي ساره عشان انا ناس كتير شايفه ان في ارتجال اصلا، كمان مساحه ارتجال كبيره في المسلسل. انت بتقولي ما فيش اي مساحه ارتجال؟ انا بالنسبه لي لا طبعا، في ناس بتعرف ترتجل كويس جدا زي استاذه بس كان في مساحه موجوده يعني. مساحه موجوده طبعا. اوكي بس انا يعني 99% من الشغل بتاعي لا ما فيهوش ارتجال خالص. اوكي. فدي شطاره مؤلف مؤلفه. أوكي. بقى عشان مسكت كتير في العمل. هنرجع اكيد هرمونات كتير في اللوكيشن هنرجع نتكلم اكيد في الموضوع ده، بس لازم نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. وضيفتنا اللي منورانا النهارده ساره عبد الرحمن، تقدر تخش على انستغرام اكونت نجوم اف ام 106 والفيسبوك فان بيج نجوم اف ام 106 تلاقوا حركات بقى وكده، بتسالوا ساره اي اسئله على 1006 هنسالها لها اكيد اللينك الجاي. عيش صباحك مع مروان ادري وزهره رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ساره عبد الرحمن لسه منورانا ومشرفانا وبندردش معاها حاجه. المايك لما انا شو خدت بالي المايك مقفول. ده بقى يعني المره دي المفروض ما فيش مجال للخطا، لان احنا ثلاثه وهم ثلاث صدرات لازم يترفعوا. لما بيبقى مفيش ضيف احنا الاثنين بس، فهي بتتلخبط انهي مايك، فتفتح دايما بتفتح الفيدر الغلط. أوكي. فانا اطلع مثلا 7 ثواني بتكلم فيش حاجه طلعت. ممكن نسامح بعض المصوت من بعيد بقى عشان المايك بتاعها هو اللي بيلقط خفيف. يعني ساره ضيفتنا عايز تسالها انت زهره مذيعتنا. ايوه. طيب التعامل مع بعض ازاي بقى في اللوكيشنز؟ ستات كتير ومخرجات ويعني كم هرمونات طاير في الاستوديو رهيب. لا انا شايفه ان المخرجات واخدين بالهم من التفاصيل قوي، وانا حاسه ان دي حاجه ممكن تبقى في الستات اكتر من الرجاله شويه، ان هم واخدين بالهم من حاجات. احنا مش هيهلك طبعا. لا ده حقيقي. لو الديتيلز، لو هنتكلم عن الديتيلز يعني، بس هو بيتكلم عن النفسنه والعصبيه ويعني بصي احنا قصدنا شر صراحه. لا بالعكس والله، يعني هم التلاتة اصحاب ولحد دلوقتي اصحاب يعني ما شاء الله عليهم طبعا. بس ان هم يعني في سمعه كده عن الستات ان هم طول الوقت بينفسنوا على بعض وما بيعرفوش يشتغلوا مع بعض. انا شايفه ان ده اكبر دليل يعني انه بالعكس يعني الستات يقدروا يزقوا بعض لقدام، وهم التلاتة عندهم روح واحده. وبالنسبه لي دي كانت حاجه اصلا ملهمه يعني فعلا. اوكي. ما واجهتيش اي صعوبات او اي مشاكل من زميلات؟ لا خالص بالعكس. انا يعني كل فدوى مثلا، فدوى عابد عامله اختي عامله دور دعاء، كنت اعرفها كده قبل التصوير يعني هاي باي كده. بعد كده دلوقتي احنا بقينا صحاب جدا جدا. أوكي. وبقى في لا يعني كل الستات، حتى استاذه دلال، استاذه شيرين. لا يعني انا عارفه ان هو حاجه كليشين الواحد يقول بقى الجو الاسري في اللوكيشن، بس هو فعلا في جو. المخرجات وطبعا النجوم اللي معانا هم عاملين مود كده معين مخلي الدنيا لطيفه جدا، وعشان كده احنا بقينا كتير جدا بنصور والواحد مستحمل يعني ما نهارش. مين اكتر الناس اللي حاسه ان انت في بينكو كيمستري في المسلسل ومبسوطه وتحبي تشتغلي معاه او معاها تاني؟ طبعا اول واحده هي استاذه دلال. انا كيمستري ما بيننا وما بين بعض يعني انا بحبها، وانا ما كنتش متوقعه ان المشاهد هتطلع كده. فدي اول حاجه. انا بحب قوي المشاهد بتاعتي مع نرمين اللي هي بتعمل دور صاحبتي اللي هي ميسون المصري. مشاهدي كلها معاها في كم كيمستري احنا ما نعرفش بقى. ما انا خبطت المايك معلش. احنا ما نعرفش بعض خالص من قبل التصوير. مره واحده كده بقى في كيمياء ان احنا فعلا كاننا يعني انتيم فعلا. اوكي. فبحبها جدا وبحب اشتغل معاها جدا. والله كل الناس يعني محمود الليسي، داش، نسرين طلعت. لا انا بحب عائلتنا يعني، او اللي هو الناس اللي انا اغلب التصوير معاهم. اللي هو عائله لميا وعائله ليلى. وعلى فكره مشاهدي مع يعني نيكولا اللي هو دور طارق كانت مشاهد بالنسبه لي يعني على
ليفل يعني في حته التمثيل ليفل التمثيل لا نيكولا شخص بيزقك لقدام فدي حاجه كانت مميزه. اوكي اصعب الحاجات اللي عدت عليكي بقى وانت بتصوري سبع جار؟ كتير. اما البريك بيتاخر الاكل بيجي بارد عشان انت عارف طبعا الاكل دي نقطه ضعفي. انت جاي النقطه ايوه انت بتاكلي باين ان انت بتاكلي في المسلسل بجد جدا يعني يعني لو هين لو عليها تقول لهم يا جماعه معلش نوقف باكل. في مشهد مع فنانه دلال عبد العزيز في المطبخ بتقول لك انزلي هاتي حاجه من تحت انت قاعده بتاكلي قاعده بتاكلي ايوه يعني هي بتتكلم بقلب يعني لازم دلوقتي تقولي سيب اللي في ايدك وانزلي مش عارفه هي المشكله مش في اثناء المشهد المشكله ان بعد ما المشهد بيخلص بكمل اكل ايوه ما هو ما حدش يسيب حاجه في طبقه معروفه طبعا بالظبط. صعوبات هو انا الاول كان في يعني حوار كده في الشخصيه لان كنت مذاكراه قعدت يعني 3 شهور بقى بذاكر الشخصيه وكده بعدين بعد 5 ايام تصوير واحده من المخرجات استاذه نادين خان كانت بس اللي انت مذاكراه ده على جنبي يا حبيبتي قالت لي ساره الشخصيه طالعه بالشكل ده قلت لها ايوه ما انا قصده فقالت لي لا احنا مش عايزينه كده خالص احنا عايزينه انت عامله كاركتر هيستوري لوحدك تاني بقى تاني عشان هي الكاركتر فعلا ينفع تتاخد بطرق كتيره فهي كان الموضوع انا كنت واخداه في حته تانية ممكن تبقى لعبيه طفوليه اكتر رتمها اعلى بعد كده بقى اشتغلنا على الموضوع ده فدي كانت اول حاجه صعوبه وانا مبسوطه ان هي حصلت لان انا اتعلمت كتير من دلوقتي ساعتها طبعا انا كنت بموت وكنت متوتره جدا وكل يوم بروح بقى اللي هو يا لهوي انا مش عارفه اظبط الشخصيه خالص شبك حاجات وحاجات يعني شبهي في الحته اللي هي الـ ان فكره ان انا قعدت كتير قوي مش عارفه انا عايزه ايه او مش عارفه انا عايزه ايه قوي فدي يعني كجيل انا وهبه شبه بعض بس انت شخصيه منتقده بس انا مش جريئه زي هبه شخصيه هبه ما بتخافش تقول اكسبليسيت قوي يعني ما بتخافش خالص تقول اي حاجه وفي حته كده دبش تقول كل حاجه في جرأة معينه لا انا خوافه شويه يعني خوافه وبتكسف وبقى بفكر كتير واضح قوي واضح يا ساره قوي فطار عايز افطر بجد ماليش في الاكل خالص يا جماعه باكل لقمه في اليوم بس احنا طبعا انا يعني رافضه هو فكره الرفض يعني هو رفض اللي حواليا هي معترضه اسمها معترضه بالظبط رافضه ايه حتى رافضه ايه بالظبط لا انا لا لا ايه انا لا بس هو فكره ان احنا كده يعني اللي هو ان انا نفسي يعني كل حاجه تتغير دي احنا شبه بعض فيها برضه اوكي هايل طيب نطلع نفوز التراكم الاسم بس مضطرين نطلع اخر فصل اعلاني ونرجع نخدم مع ساره ونشوف بقى ايه الجديد عندها وبتعمل ايه وبتحضر ايه وكده فنانه عيش صباحك مع مروان أدري وزهرة رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في سارة عبد الرحمن لسه معانا منورانا سارة مسجز جاي لك سارة العسل احلى صباح ده ابو سمرة ايش ابو سمرة ايش شكرا ودينا همت تمثيلك عجبني قوي في سبع جار كان طبيعي جدا استمري ونحب نشوفك في اكتر من عمل شكرا يا دينا برافو الفنانه ساره الموهوبه المثقفه بالتوفيق باذن الله تحياتي لطفين محمد عجبتني خد باله من النضاره هي بس عشان يا جماعه الفاصل بس كده ساره خالته برده خالتي انا خالته جيجي بعتها بتقول ان هي بتحبك قوي وان رياكشناتك بتفكرها ببنتها خالته جيجي شكرا فينها من زمان يا ريت من السفر هي بتطبخ حلو قوي طيب انا مستنيه العزومه عايز تاكلي ايه مش عارفه ليه نفسي في رز وملوخيه بالفراخ ولا باللحمه كوكو فراخ ولا كوكو لحمه بالارانب بقى زي الافلام زي الافلام انت بتعرفي تطبخي كويس ولا خلصقه كويس بس اتعلمت مؤخرا يعني من الانترنت
طبيخ طبيخ يعني ولا اللي هو باستا وباني ومش عارف ايه الحاجات الخفيفه ولا. لا 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 خالص يعني بحب اصلا اطبخ الحاجات الصعبه ودخلت بقى على المطبخ المغربي والهندي والحاجات بقى اللي هو ايه يعني تعديت. طب احنا بقى معزومين امتى يا ساره؟ بعد اول ما اخلص تصوير المسلسل ده انا عازمكم هنا يعني في حدود قدامنا سنه ونص ان شاء الله خلاصين. لا انا بحب اعزم زي ما بحب اتعزم بحبها. طب جديدك ايه؟ هو انا طالعه في فيلم كنز الجزء الثاني. نايس. طالعه في دور ايه؟ مع استاذ شريف عرفه. انا طالعه في حقبه السبعينات. اوكي. مش هقدر طبعا اتكلم عن تفاصيل. لا بس النضاره عامله شغل يعني تمام. اوكي. فهي يعني عشان هو ازمنه فانا في السبعينات فانا متحمسه بصراحه اشوف الموضوع طلع ازاي. اوكي. بس وبعدين بقى مش عارفه بقى رمضان في كلام كده بس لسه يعني مفيش حاجه. اوكي. مفيش حاجه تاكدت يعني. اوكي. ساره ايه؟ منتظرين. منتظرين. ساره يعني انت نورتينا وشرفتينا وقتنا انتهى ودخلنا على البرنامج اللي بعديه ده بجد. مش قالش بجد. طب نعتذر بقى للناس. نطلع نعتذر يعني حالا. جود لك واحسنتي عملا في سبع جار وهندبسك بقى ان شاء الله مره تانية تجيلنا. يا ريت يا ريت بجد. يلا مستنيين. حبيتكم وشكرا كدابه قوي والله. ساره بليز ابقي تشيكي الكومنتس عندك كانت جات لك كومنتس كتير مش هنعرف نقراها لك للاسف البرنامج بيخلص على الفيسبوك انستغرام تشيكي بقى. وكانت منورانا النهارده ساره عبد الرحمن نجمه سبع جار المثيره للجدل عشان هي بتتبسط قوي بالحاجات دي. جدل عايزين جدل كده افري وير. وهنجي لكم احنا بقى يوم الاحد ان شاء الله من الساعه 7 لحد الساعه 10. كنا معاكم مروان ادري وزهره رامي سيمار ست الكل. كل بتغذى سوي كويس يا اخويا سوي. حاضر كويس والله يعني دعواتنا. اتغطى كده واضرب شوربه عدس تبقى تمام ان شاء الله بالبصل. تيجي يوم الاحد زي الفل والله. زي الفل ده لو جيت باذن الله. يوم جميل عليكم وهاف ا نايس ويكند. ودقيقه تبقى معاكم رنا خطاب وحلقه جديده من بنشجع امهات مصر. باي باي. كنتم مع عيش صباحك مع مروان أدري وزهرة رامي على نجوم FM ونجوم FM TV.